صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من صباح On Time. النهاردة عندنا موضوعات كتير جدا هنتكلم فيها، ولكن لا صوت يعلو فوق صوت أهم بطولة، وهي بطولة الانتركونتيننتال واللي هتجمع ما بين النادي الأهلي والعين الإماراتي اليوم بإذن الله الساعة 8 مساء. تفاصيل كتير هنتكلم فيها مع بعض، وهكلمكم طبعا على آخر أخبارنا بخصوص صباح On Time. هكون مع حضراتكم لمدة ساعة ونص من دلوقتي. فرح عالي في صباح On Time. النهاردة الساعة 8 بالليل إن شاء الله هيكون مواعيدنا مع المباراة الأهم، واحدة يعني من المباريات المهمة والممتعة جدا، هتتنقل عبر شاشة قنوات On Time Sports في تغطية إعلامية مميزة كالعادة، مواجهة كاس انتركونتيننتال النادي الأهلي والعين الإماراتي في مباراة كبيرة جدا، حدث رياضي بارز واخد اهتمام إعلامي. طبعا كلنا مبسوطين وسعداء ومتحمسين جدا للقاء ده، لقاء جماهيري كبير بكل تأكيد، مش بس في مصر والإمارات ولكن في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. بالطبع الأندية المشاركة في كاس انتركونتيننتال وأبرزها ريال مدريد الإسباني هتكون متابعة مواجهة النهاردة، لأنه الفائز هيكون مرشح فوق العادة لمواجهة ريال مدريد في حالة تخطيه مباراة اليوم مع الفائز من بطل أمريكا الشمالية أو أمريكا اللاتينية. تعالوا نشوف مع حضراتكم كده، نعيش أجواء المباراة ونشوف تقرير عن مباراة النهاردة ما بين النادي الأهلي المصري والعين الإماراتي. قمة عربية في منافسات عالمية يترقبها عشاق الساحرة المستديرة على استاد القاهرة الدولي، والتي تجمع بين الأهلي ونظيره العين الإماراتي في لقاء يحمل الكثير للفريقين في ربع نهائي كأس الانتركونتيننتال. مواجهة نارية يترقبها الجماهير العربية، خصوصا وأنها تجمع بين فريقين لطالما صنع المجد في مونديال الأندية عبر تاريخه. فالأهلي هو صاحب الأربع برونزيات المونديالية، أولها نسخة 2006 وآخرها 2023 على حساب أوراوا الياباني، فضلا عن أنه البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا ب 12 لقبا آخرهم النسخة الماضية على حساب الترجي التونسي. بينما العين الإماراتي هو واحد من الفرق الكبرى في القارة الآسيوية، حيث نجح في التتويج بدور الأبطال في نسخته الأخيرة على حساب الهلال السعودي، فضلا عن كونه واحد من ثلاث فرق عربية نجحوا في التتويج بالميدالية الفضية في مونديال الأندية نسخة 2018 بعدما جاء وصيفا للعملاق الملكي ريال مدريد. ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في التتويج بلقب السوبر المصري 15 على حساب غريمه الزمالك، وهو ما يجعل الدوافع مرتفعة لدى كتيبة السويسري مارسيل كولر لمواصلة رحلة التألق في المحافل العالمية وخطف بطاقة العبور للمربع الذهبي للمرة الخامسة على التوالي. ويعول الأهلي على كتيبة نجومه الذين تبلغ قيمتهم السوقية 30.88 مليون دولار، وعلى رأسهم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي وإمام عاشور وحسين الشحات، والذي سيجمعه اللقاء بفريقه السابق بعدما تألق في صفوفه خلال مونديال 2018 لتخطي كتيبة العين والتي تبلغ قيمتها السوقية 48.82 مليون دولار، وعلى رأسهم الثنائي المغربي سفيان رحيمي والتوغولي لاباكوجي وغيرهم، وهو ما ينبئ بمواجهة كروية قوية على أرضية استاد القاهرة الدولي. ويملك الأهلي تاريخا استثنائيا أمام الفرق الآسيوية، حيث لم يعرف الهزيمة خلال آخر أربع لقاءات في مونديال الأندية، اثنان منهم توج فيهم بالبرونزية على حساب الهلال السعودي وأوراوا الياباني، فضلا عن أنه لم يعرف الهزيمة أمام الفرق الإماراتية خلال مواجهته معهم حتى الآن. في النهاية طموح المربع الذهبي يشعل صدام الأهلي والعين الإماراتي للمضي قدما في البطولة الأخيرة قبل نظام مونديال الأندية الجديدة في 2025، والذي حجز فيه الفريقين مكانهما في العرس المونديالي. فهل يتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور لتخطي عقبة العين، أم للفريق الإماراتي رأي آخر في الأمسية العربية بالمسابقة المونديالية؟ الأهلي والعين، مواجهة بطل إفريقيا مع بطل آسيا، مجموعة كبيرة جدا من النجوم الدولية في ملعب القاهرة النهاردة، أبرزهم طبعا اللي هيكونوا مشاركين بالتأكيد النادي الأهلي في حراسة المرمى محمد الشناوي والمدافع المغربي
عطية الله، مدافع الدولي رامي ربيعة، نجم الوسط الدولي مروان عطية، المهاجم الفلسطيني المتميز وسام أبو علي، طبعا بخلاف النجوم زي إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومش عايزين نكون بننسى حد، ولكن الحقيقة كل اللعيبة نجوم النادي الأهلي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، يعني الواحد مش عارف يقول مين ولا مين، لكن كل لما يشارك الكل على قلب رجل واحد، عمر كمال عبد الواحد، كريم ندفد، كل ما بنشوف لاعب داخل الملعب بيرتدي تيشيرت النادي الأهلي بالتأكيد هو لاعب على قدر المسؤولية، أفشى وكل من يشارك في المباراة. المدرب المميز مستر مارسيل كولر طبعا المنتشي بالفوز بكأس السوبر المصري الأخير على حساب النادي الزمالك في النهائي، في المقابل نادي العين الإماراتي معاه مجموعة مميزة لا تقل أبدا أهمية من النجوم المحترفين البارزين في الفريق، بالطبع أبرزهم وأهمهم مهاجم منتخب المغرب سفيان رحيمي المرشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا. حاليا سفيان رحيمي مسجل أرقام كبيرة جدا مع نادي أو منتخب بلاده، أهمها طبعا فوزه ببرونزية أولمبياد باريس الأخيرة وثلاثية مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا قبل أسبوع، يعني شفنا واستمتعنا بمباراة قوية جدا. كمان المهاجم التوجولي لابا كوجيو أهم يعني هدافي العين، ولاعب الوسط البرتغالي فابيو كاردوسو، يعني عدد كبير جدا من النجوم المميزين والرائعين مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو اللي يعني قاد الفريق للفوز بدوري أبطال آسيا، وأكيد اسمه غني عن التعريف كلاعب كبير في الدوري الإيطالي ومنتخب الأرجنتين. إذن هي مواجهة كبيرة جدا، يعني مش أقل من 14 أو 16 نجم دولي داخل المستطيل الأخضر، هنستمتع بيهم وهنشوف هيعملوا إيه في حضور جماهيري متوقع أنه يتخطى 50,000 في ملعب القاهرة الدولي. مباراة خارج كل التوقعات، يعني صعب تقول مين اللي ممكن تبقى فاكر أنه هيكسب المباراة دي، برغم أن كل السيناريوهات على فكرة متاحة أمام الفريقين، يعني وارد نشوف أهداف مبكرة في شباك الفريقين أو نوصل لأوقات إضافية أو ركلات الترجيح. تفتكر المباراة دي ممكن توصل لركلات الترجيح؟ تفتكر نجوم وزخم النجوم اللي في كلا الفريقين ممكن يسمحوا أن المباراة دي توصل لركلات الترجيح؟ أشك. طبعا اتنين مدربين كبار زي مستر مارسيل كولر وهرنان كريسبو عليهم النهاردة أدوار فنية كبيرة جدا، طوال التسعين دقيقة لازم يستغلوا كل ثانية وكل دقيقة علشان يقدروا ان هم يتقدموا في بداية المباراة، وكل واحد منهم يرتاح بفريقه علشان يكون للأفضلية في اللقاء. خلوني أقول التشكيل المتوقع اللي هيبدأ بيه مستر مارسيل كولر المباراة في حراسة المرمى: محمد الشناوي قدامه رباعي، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، قدامهم مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، قدامهم حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، ومهاجم وحيد هو وسام أبو علي. يعني التشكيل المتوقع بشكل كبير جدا للنادي الأهلي. تعالوا نعيش معاكم بقى الأجواء للطرف الآخر، ولكن من ناس عندها خبرات في الجانب بقى الخاص بالفريق، وناس فعلا كانت من قلب الحدث. دايما بنقول هيكون معنا دلوقتي كابتن عصام عبد الله مدير الكرة السابق لفريق العين الإماراتي، بنرحب بيه عبر زوم. صباح الفل على حضرتك يا كابتن. صباح النور اختي فرح، صباح النور على مصر الجميلة، مصر الرائعة، مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر القلب كما قال الشيخ زايد طيب الله ثراه اللي وصى فيها أبناءه ونحن أبناءه بأن نكون دائما إلى جانب مصر فهي نهضة العرب، فمصر القلب، فلنكتب للعرب الحياة عندما تكون مصر هي القلب. اللهم أمين. رحب طبعا جبتي. يعني بتشرف بوجود حضرتك معايا، وكبتنا الكبار دائما اللي عندهم خبرات دائما بنحب نستفيد من خبراتهم، والحقيقة طبعا يا كابتن عصام وجود حضرتك معانا إضافة بالتأكيد في مباراة مهمة متوقع عليها أنها تكون مباراة قوية النهاردة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس كاس الانتر كونتيننتال اللي بتجمع المباراة ما بين النادي الأهلي المصري والعين الإماراتي. طبعا حضرتك واحد من
نجوم فريق العين الإماراتي السابقين اللي كان ليهم دور كبير جدا كمدير للكرة. عايزين نعرف من وجهة نظر حضرتك، شايف إزاي اللقاء ده؟ هل فعلا فريق العين الإماراتي وفريق النادي الأهلي المصري هيكونوا عندهم النهاردة صعوبة جدا إن هما بيخرجوا بالمباراة دي للتعادل قبل ركلات الترجيح، وممكن واحد منهم يحسم اللقاء بدري بدري؟ اولا اختي انا سعيد جدا في تواجدي في اون تايم سبورت. الواحد دائما يتشرف ان يكون موجود في هذه القناه. واذا بنتكلم عن المباراه، كل ما رددتي اسم حسين الشحات فهو يرجع بالذاكره لي شخصيا، لانه كان معي في بطوله كاس العالم للانديه. وعلى فكره انا على تواصل دائما حسين الين اول امس، الى حد اول امس ومتواصل معي، بس في اسرار ما تنقال على الهواء. نتمنى التوفيق للفريقين. لو نرجع لسؤالك، اولا قبل لا اتكلم عن العين، انا يجب ان لا ننسى تاريخ الاهلي والبطولات اللي حققها الاهلي، ولم يسمى بنادي القرن الا بجمهوره وبتاريخه وببطولاته اللي موجوده. لا انا ولا غيري يقدر يقول عن نادي الاهلي، بغض النظر عن النادي الاهلي في الدوري او حتى في المباراه الاخيره امام نادي الزمالك وطلع بال 120 دقيقه وفاز بركلات الترجيح. الاهلي تاريخ وبطولات، من لا يعرف التاريخ فيسال افريقيا عن الاهلي. الاهلي الشمس التي لا تغيب عنها البطولات في افريقيا، مش انا اللي اقول، التاريخ هو اللي يقول. احنا دائما يوم نسمع كلمه الاهلي في كل مكان موجود في العالم، في الوطن العربي، ولكن على طول نروح للأهلي المصري. وإذا نتكلم عن نادي العين، نادي العين إنجازاته الخارجية يمكن في الآونة الأخيرة بدت من طبعا كأس آسيا 2003، لكن من كأس العالم للأندية، وكان أحد الأجزاء اللي موجودين كان حسين الشحات اللي رحب فيه الكابتن حسين، وكان موجود معانا في الصعود إلى المباراة النهائية لريال مدريد. بعدها اللي هو السنة الماضية العين بطل آسيا. العين دائما في المباريات الكبيره يكون متواجد. لا تشوفون العين في الدوري، اذا نقيس العين في الدوري والاهلي في الدوري، اذا ما بنشوف مباراه تليق بين الفريقين. صحيح. اعتقد هذه يمكن اول مباراه رسميه بين الفريقين في بطوله، نعم في بطوله خارجيه. يمكن انا سعيد اني كنت العب قبل في مباريات وديه مع الاهلي القاهري في مهرجان اعتزال كانت في العين، وأنا كنت أحد الناس المتواجدين في أول التسعين. ولكن أعتقد فريقين كبار، أتمنى أن 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 يقدمون مباراة تليق بين الكرة المصرية والكرة الإماراتية. بالتأكيد إن شاء الله تكون هي الكرة العربية مباراة قوية ومشرفة وتليق باسم الفريقين. لكن اتكلمنا بقى على الجانب الفني يا كابتن عصام، هل نقدر نقول إنه نتائج الفريقين هل هي مقياس؟ يعني النادي الاهلي متفوق خلال الفترات اللي فاتت، لسه فايز زي ما حضرتك عارف بالسوبر المصري، بطل دوري ابطال افريقيا، متالق وفاز بالدوري المصري، كل دي تفاصيل تخلي النادي الاهلي منتعش. على الصعيد الاخر فريق العين الاماراتي يعني خسر من الهلال في دوري ابطال اسيا وتعادل ايضا مع دبي في الدوري الاماراتي. هل من وجهه نظر حضرتك ده ياثر باي شكل ولا مش مقياس تماما البطولات القويه دي اللي يعني فيها نديه شديده؟ ابدا مش مقياس، ابدا من مقياس. طبعا دوريات كبيره اوروبيه وعالميه تقاس بهذه الطريقه. العين داخليا نعم غير جيد. العين على مستوى مباراة الهلال قدم مباراة كبيرة، أنا شخصيا أتمنى أن يقدم مع الأهلي مباراة نفس المباراة اللي قدمها أمام الهلال. فأتصور أن الفريقين ما ينقصون داخليا، ينقصون خارجيا، والفريقين كبار. لو أرجع بالذاكرة أختي، أرجع أنا دائما لكأس العالم للأندية لأن كنت حاضر ومدير الفريق. الترجي جاي قبلها بأسبوع كان فايز على الأهلي المصري في البطوله الافريقيه. بعدها باسبوع اجى العين، وكان طبعا شو يعني العين ونحن الترجي، خسر 3، وحسين الشحات اعتقد انه سجل هدف وعمل الاشاره هذه. حسين يحب الاهلي وهو كان في العين، واحد الناس اللي سجلوا الاهداف، فما كان مقياس ابدا. نتائج العين هزم الترجي وهو كان بطل افريقيا قبلها باسبوع. فما اعتقد انها مقياس. انا اعتقد المباراه بتكون 50-50، يمكن عامل الجمهور عامل نعم مع الأهلي، ولكن أتصور الظروف مشتركة. يمكن الأهلي لعب 120 دقيقة، وأيضا سافر الأهلي كان عندنا في الإمارات
وسافر والعين سافر، الظروف متشابهة طبعا تقريبا. الفيصل هو الملعب، الملعب مدربين اثنين 90 كبار، دقيقة نعم لاعبين اثنين كبار، 90 دقيقة ممكن تمتد ل 120 دقيقة، ممكن ركلات ترجيح. في النهاية شخصيا راح نقول مبروك للفايز وهارد لك للخسران. طيب لو اتكلمنا على لعيبة فريق العين الإماراتي يا كابتن عصام، كلمنا أكتر عنهم. يعني كل الجماهير المصرية متعرفة جدا على سفيان رحيمي، من النجوم ومن الكروت الرابحة والمرعبة داخل أرض الملعب زي ما بنقول كده، معمول له ألف حساب. تكلمنا تاني عن مين اللعيبة النهاردة اللي بيراهن عليهم فريق العين الإماراتي واللي هيتعمل لهم ألف حساب داخل المستطيل الأخضر في المباراة، والنادي الأهلي وجمهوره لازم يكون عارفهم بالاسم. شوفي اختي، انا بقول لك شيء بالنسبه للعين. العين ليس فريق النجم الواحد، صحيح سفيان في الفتره الحاليه يمكن في كاس اسيا في المنتصف الموسم الماضي برز سفيان، وخاصه كاس اسيا يمكن بروز سفيان اتت بعد اصابه لاباكوجو كان الى الان هو طبعا 3 سنوات او 4 سنوات هداف الدوري الاماراتي. صحيح شغل ظروف الموسم اللي فات اصابه لاباكوجو، برز سفيان رحيمي كمل مشواره مع المنتخب، وهذه السنه سفيان يعني صار عنده طفره كبيره واحد اللاعبين المميزين. لكن لا ننسى هناك عناصر كبيره يعتمد عليهم العين، حارس المرمى خالد عيسى، حارس المنتخب والحارس الاول في دوله الامارات، كابتن فريق بندر الاحبابي، خط الظهر بلاسيوس الكوري بارك في وسط الملعب، بالإضافة إلى يحيى نادر أو محمد عباس اللي واحد منهم ممكن يلعب بلاسيوس. العين اللاعبين اللي أقول عنهم هذيلا أختي لاعبين صغار، بلاسيوس على إيريك على محمد عباس أعمار ما تتجاوز 23 سنة لكن عندهم خبرة طويلة لأنهم لعبوا وهم صغار في العين. كاكو لاعب مميز جانا من الدوري السعودي، صانع ألعاب، والآن هل المدرب راح يشارك لابا في هذه المباراة إلى جانب سفيان أو لا؟ لأن شفناه جهز لابا في المباراة الأخيرة مع دبة تقريبا لعب أكثر من 70 دقيقة لابا كوجو. هل بيفاجئ الأهلي المصري بوجود لابا أم بيلعب بنفس التشكيلة التشكيل السابقة؟ اي نعم طبعا طبعا اختي، تعادل المباراة للعلم يعني تعادل مباراة ال 11 لاعب اللي لعبوا مباراة الهلال لم يلعبوا مباراة دبة للعلم. 11 اخرين اللي لعبوا مباراة دبة لعيبة اخرين استعدادا لمباراة الاهلي، لانها تعتبر مباراة للذكرى كانت بمثابة راحة للعيبة الأساسية أو راحة للعيبة اللي هيعتمد عليهم كريسبو في المباراة الخاصة بكأس الانتر كونتيننتال. طب لو سألت حضرتك عن بالضبط قيادة كريستو وقيادة مستر مارسيل كولر للملعب، شايفهم هيقودوا المباراة إزاي؟ وكل واحد منهم هيكون متحفظ ولا لأ؟ يعني بيهاجم من أول اللقاء وعايز أن تكون الأفضلية ليه ويريح بعد كده لعيبته أو يكون مرتاح على مدار اللقاء. أعتقد السيناريو راح يكون واضح، هجوم من الأهلي في البداية على أرضه وبين جمهوره بقوة فريق الأهلي. يعني الأهلي هيهاجم من أول المباراة، الأهلي من الطبيعي أن الأهلي يهاجم والعين، ولكن هناك رغبة عند لاعبين العين بعد تحقيق بطولة آسيا والظهور بالمباريات الكبيرة. شوفي العين أختي بقول لك شيء، عنده شخصية يجب أن يعرف جميع محبي الأهلي، العين يملك شخصية بطل. العين هزم 3 من فرق الدوري السعودي اللي نحن نشوف اليوم قيمتهم السوقية، هزمهم وراء بعض، الكل كان مستهين بالعين. الفيحة وبعدها النصر السعودي يملك رونالدو، بعدها الهلال اللي شفنا قيمته السوقية، العين هزمهم وأخرجهم من البطولة وفاز بالبطولة. الهلال فاز بصعوبة بفارق هدف في العين، على الهلال فاز على العين. العين في المباريات الخارجية يملك شخصية بغض النظر عن قراءة المدربين، أول ما يدخلون الملعب هنا دور اللعيبة أختي. لاعبين العين أنا بالنسبة لي أنا أعرفهم يملكون شخصية وكاريزما، وخاصة في المباريات الكبيرة طالما الأهلي فريق كبير. صحيح. رسالة من حضرتك أخيرة لجمهور الفريقين، جمهور النادي الأهلي، جمهور العين الإماراتي، تقول لهم إيه النهاردة؟ بيكونوا منتظرين إيه يشوفوه في 90 دقيقة؟ أعتقد كل العالم اللي موجودين
ما بستثني العرب ولا الخليجيين ولا افريقيا ولا اسيا، كل العالم راح تطالع البطوله، البطوله قاريه انتركونتيننتال، انتم من تعكسون المستوى للكره العربيه عندنا، وقيمه نادي العين وقيمه نادي الاهلي القاهري اعتقد عند الناس كلها. الجمهور جمهور رائع وجميل، احنا لو نتكلم عن الجمهور المصري اللي شفناه عندنا في الامارات جمهور ولا اروع ورائع وجميل ويحتذى به المثل، وان شاء الله الكل يتقيد بكلام رجال الامن الموجودين والمسؤولين في هذا علشان تطلع المباراه بصوره تليق بصوره صح. هؤلاء الفريقين الكبار ان شاء الله. تحياتنا لحضرتك كابتن عصام عبد الله مدير الكره السابق بفريق العين الاماراتي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا، اتشرفنا واستفدنا واستمتعنا بلقائنا معاك النهارده، ان شاء الله ايضا نستمتع بلقاء ممتع جدا ما بين النادي الاهلي المصري والعين الاماراتي على الاراضي المصريه باستاد القاهره الساعه 8 مساء. تحياتنا لحضرتك، نورتينا وصباحك زي الفل. شكرا وصباح خير وجميل، وانا سعيد جدا بتواجدي واكرر تحيتي ورسالتي لحسين الشحات، وكل التوفيق ان شاء الله للجميع ان شاء الله. شكرا. غالي جدا جدا على حضرتك، وواضح ان النهارده بغض النظر عن النتيجه حضرتك قلبك معاه دائما وبتحبه، واكيد يعني الحب ده متبادل ما بينكم انتوا الاثنين. حلو قوي 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 لما تكون في علاقه وطيده وجميله ما بين دايما مدير الكره وما بين اللاعب، ويكون دايما على علاقة جيدة معاه حتى لو رحل عن الفريق، ولكن بيظل هو يعني مقرب لقلبه وبيسأل عليه وعلى علاقة جيدة، بيتمنى له كل الخير والتوفيق، ودي واضح جدا من العلاقات المحترمة جدا ما بين الكابتن طبعا سواء إذا كنا بنتكلم على الكابتن عصام أو حتى حسين الشحات. تحياتنا لحضرتك نورتنا. امبارح مستر مارسيل كولر عمل مران سري صباحي للنادي الأهلي قبل المؤتمر الصحفي، وكان مهتم جدا ان ما يكونش فيه اي صحفي في المران ده، بجانب ان هو عمل محاضره فنيه للعيبه بعد المؤتمر الصحفي على طول، حذرهم من ان هم ما يتاثروش باي تغييرات فنيه في المباراه، وفي حاله ان هم استقبلوا هدف مبكر من الضيوف برضو ده ما ياثرش عليهم. تعالوا كده نشوف تصريحات مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي في المؤتمر الصحفي، قال ايه بيستعد ازاي للمباراه. نرجع لحضرتكم مره ثانيه. بنقول ان احنا انا ما بوعدش اي حاجه، ولكن انتوا لو بصيتوا للفتره اللي انا كنت فيها خاصه بدايه الموسم، الماتشات اللي احنا لعبناها كانت كلها ماتشات كؤوس لغايه دلوقتي. الدوري السنه اللي فاتت كان طويل جدا، اللعيبه الدوليه لعبت تقريبا 70 مباراه وكانوا محتاجين لراحه بدنيه. بدانا بدوري الابطال ضد جورماهيا رايح جاي، معسكر الاعداد عاده اللي انا محتاجه بيستغرق من 4 ل 6 اسابيع، وده ما كانش متاح طبيعي. ده امر طبيعي جدا ان في بدايه الموسم يكون المستوى البدني والذهني للعيبه مش على اعلى مستوى، لازم الناس تقدر الكلام ده. زي ما هو بيكرر ان احنا لعبنا الست ماتشات كان لازم كل ماتش نفوز فيها، كانت على الالقاب. ضد جورماهيا لعبنا في للتاهل لدور المجموعات في بطوله افريقيا، لعبنا سوبر الافريقي ضد الزمالك، لعبنا بعد كده ضد سيراميكا علشان نوصل للنهائي في السوبر المصري، وقابلنا الزمالك تاني في نهائي السوبر المصري. كان الوضع بالنسبة لنا متعود عليه السنتين اللي فاتوا ان احنا نشتغل تحت ضغط. احنا محتاجين شوية ان الناس تصبر علينا، من خلال خبرتي في السنتين دول ان المصريين ما بيعرفوش يصبروا، الناس لازم تتعلم الصبر. احنا مش معانا عصاية سحرية هنقول كن فيكون. انا كنت مدرب دولي للنمسا وعارف كويس ان كمدرب للمنتخب ان الشغل البدني كله ما بيكونش معايا. اللعيبة بتجيلي لمدة 10 ايام ببقى مسؤول ان انا العب بهم ماتشين، فما بقدرش اشتغل معاهم بدني، انا بشتغل معاهم على التكتيك وبشتغل معاهم على الجانب الذهني والفني. الشغل البدني كله موجود في النادي والنادي هو المسؤول عنه، لازم الناس تاخد بالها من الكلام ده. اكدنا وبنأكد ان احنا لعبنا ضد الزمالك الماتش ده كويس، ده بدينا ثقه كبيره وان احنا هنلعب بكره وعندنا امكانيات كبيره وفرص كبيره ان احنا نفوز، خاصه قدام جماهيرنا العظيمه اللي بتساندنا دايما
وانا عندي احساس كويس ان احنا هنفوز بكره ان شاء الله. دي تصريحات مستر مارسيل كولر ما قبل المباراه. تعالوا نشوف معاكم كابتن الفريق كابتن محمد الشناوي استعداداته عامله ازاي واخر تصريحاته في المؤتمر الصحفي بالامس، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. طبعا احنا اول مره نحط في الموقف ده اللي احنا في شهر بنلعب 3 بطولات، زي ما الراجل قال احنا الفتره اللي فاتت في ناس بتروح منتخب وفي ناس لعيبات دوليه بتروح المنتخب، والفتره اللي فاتت دي لعبنا ماتشات كتير، بس اللعبة اللي موجودة وكبيرة بنقعد مع بعض بنتكلم. احنا على طول محطوطين في النادي الاهلي، على طول دايما بنتحط في بنعرف نلعب تحت ضغوط كويس جدا، وعلى طول بنتحط اللي بيجي النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي على طول بيتحط في بطولات كتير، واحنا بنقعد مع اللعيبه بنتكلم معاهم في النقطه دي كويس، وخلاص زي ما احنا اي فرقه بنيجي نلعبها بنحترمها بشكل كويس جدا. اي فرقه طبعا العين فرقه كبيره جدا، بطل اسيا اكيد احنا عارفين الكلام ده، وبنحترم كل الفرق كبيره وصغيره. عشان كده احنا بنفكر خلاص في الماتش بتاع بكره بس، اللي فات خلاص نسيناه، ونفكر في بكره وبطوله جديده واللعيبه عارفه الكلام ده، مركزين ان شاء الله بكره ومحضرين بشكل كويس. مش هيختلف كتير طبعا عن الراجل قال الكلام، بس في لو في الاخر اي اعلام في بلد يعني بلد الامارات طبعا يعني بيتكلم على فرقته كويس، بيدعمهم بيحفزهم، وده حق مشروع يعني ليهم يعني في الاول وفي الاخر. بس في الاول احنا نفكر في نفسنا، وعندنا مباراه كويسه بكره مع فرقه كبيره، اكيد طبعا في وسط جمهورنا اكيد المباراه هتبقى صعبه جدا يعني عليهم. اول حاجه طبعا احنا بالنسبه لنا المباراه بكره مباراه وبطوله، بس احنا عامه بنفكر في النهائي يعني ان شاء الله، يعني ده هدفنا وده اللي احنا بنتكلم فيه من اول ما بدانا مرجعنا على طول من ماتش السوبر المصري. احنا بدانا نتكلم في الموضوع ده، بس احنا دايما على طول من السنه اللي فاتت بنتكلم ان كل ماتش بماتشه، ناخد بكره ماتش بتاع العين ربنا يكرمنا فيه اللي هنكسبه عشان نطلع على الماتش اللي بعديه عشان نوصل النهائي، وده هدفنا ان شاء الله اللي احنا نوصل النهائي، وعايزين نعمل تاريخ زي ما انت حضرتك بتقول، تاريخ للعيبه دي، اللعيبه دي عامله تاريخ كبير جدا، عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا اللي احنا ناخد البطوله دي ان شاء الله. بعد ما شفنا مع حضراتكم تصريحات مستر مارسيل كولر ومحمد الشناوي، تعالوا نروح للصعيد الآخر ونشوف تصريحات هرنان كريسبو المدير الفني للعين الإماراتي أيضا، وسفيان الرحيمي استعداداتهم عاملة إزاي، محضرين إيه، عايزين يقولوا إيه في المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة المهمة جدا. تعالوا نروح مع حضراتكم للتصريحات ونرجع لكم مرة تانية. نحن فخورين أننا موجودين هنا وأننا نقيم في القاهرة للمرة الأولى، بالنسبة لي على الأقل الأجواء رائعة جدا، وأنا سعيد بخوض هذه النوع من المباريات. هو ربما مباراة مهمة جدا، وربما ماتش مباراة أيقونية أيضا، ونحن جاهزون، سنبذل قصارى جهدنا وسنستمر ونخرج بنتيجة جيدة. الضغوط موجودة دائما، ونحن سعداء بأننا نلعب هذا النوع من المباريات، هي بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا لم يحدث من قبل لنادي العين، ربما كانت مرة واحدة فقط، ولكنها بطولة مختلفة على مستوى عالمي. لكي نأتي إلى هنا كان علينا أن نفوز بدوري أبطال آسيا، وهذه نتيجتنا. النتيجة هي أننا موجودون هنا، وهذا شيء هام جدا بالنسبة لنا. نحن علينا أن نشعر بالفخر، هناك نجمة على قميصنا نقول أننا أبطال آسيا، أبطال دوري أبطال آسيا. وبعد ذلك بعد كل هذا الكلام، الأمر كله يتعلق بكرة القدم. ما نريد أن نفعله أننا سنبذل قصارى جهدنا، هذا ما أريد أن أقوله. غدا أقول لهم أننا سنلعب مباراة كبيرة، وستكون تجربة كبيرة أمام حجم كبير جدا من الجماهير، وربما سيكون الأستاد ممتلئا، وأنا أعرف أنه سيكون هناك تشجيع كبير في الأستاد، و كل شيء من الممكن أن يحدث، لأن لدينا لاعبين رائعين وشخصيات عظيمة في مجموعة اللاعبين، وأرى أنه سيكون تحدي
كبير لأنه تحدي في الشخصية. نريد أن نوضح شخصيتنا، نحن نحترم هويتنا، نحترم ما فعلناه في الماضي، ولكي نصل إلى هذه المرحلة خضنا أشياء كثيرة جدا. وأقول أنا أكرر أنني فخور ومتحمس جدا لأخوض هذه التجربة. الحمد لله المعنويات جد مرتفعة، لاعبين على أتم الجاهزية، جاهزين أن نأخذ هذه المقابلة، مقابلة كبيرة. أتمنى إن شاء الله أننا نكون محضرين لها وإن شاء الله نكون على قد المستوى إن شاء الله. أهم شيء أن المجموعة تفوز، مش لازم لاعب يسجل أو لاعب يسوي شيء، أهم شيء اللي يهمنا كفريق هو الفوز. إحنا جايين إن شاء الله أننا نقدم مقابلة كبيرة وعلى علم مسؤولية، نتمنى إن شاء الله أننا نكون محظوظين إن شاء الله نتوجوا باللقب ونتأهلوا للمباراة الجاية إن شاء الله. أول شيء أنا ما أدري بهالموضوع، في وكيل أعمالي هو اللي يعرف هالمواضيع. أنا في الأخير وفي الأول لاعب وسط المستطيل الأخضر، أنا كل تركيزي على المباراة بتاع بكرة. يعني أنا الحين تركيز ديالي كلهم على نادي العين، تركيز ديالي المباراة بكرة. زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا التصريحات، طبعا كريسبو المدير الفني للعين الإماراتي قبل مباراة اليوم وسفيان رحيمي يتكلم في تفاصيل كتير وأهمها طبعا انضمامه للنادي الأهلي المصري، وقال إن ده مع وكيل أعماله علشان ما يكونش فيه تشتيت طبعا كمان ليه خلال الفترة دي، وهو مرتبط حاليا مع فريق العين الإماراتي بعقد. طيب نروح مع حضراتكم بقى لتفاصيل كده على تاريخ النادي الأهلي في البطولات بشكل عام، وبنتكلم على الأهلي في كأس العالم للأندية. الحقيقة أنهم سجل امتياز مع مرتبة الشرف، ونقول لكم سريعا ملخص مشاركات النادي الأهلي عبر التاريخ المميز في البطولة دي. نشوف معاكم تقرير عن تاريخ مشاركات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية ونرجع نكمل كلامنا. ساعة قليلة تفصلنا عن انطلاق المواجهة العربية المرتقبة التي تجمع الأهلي ونظيره العين الإماراتي في اللقاء الذي يحتضنه استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات كأس الانتركونتيننتال في البطولة البديلة لمونديال الأندية، والذي سيقام بنظام جديد العام المقبل. ويعد الأهلي هو ثاني أكثر الفرق ظهورا في مونديال الأندية بواقع 9 مناسبات خلف أوكلاند سيتي النيوزلندي، أولها نسخة 2005 وآخرها النسخة الماضية 2023، فضلا عن أنه يسجل ظهوره في المونديال للمرة الخامسة على التوالي في العرس المونديالي. الأهلي هو الفريق الأكثر خوضا للمباريات في مونديال الأندية ب 25 مباراة، محققا 10 انتصارات ليكون ثاني أكثر الفرق تحقيقا للفوز بعد ريال مدريد 12 انتصارا، فضلا عن أنه يمتلك ثاني أقوى خط هجوم برصيد 31 هدفا خلف العملاق الملكي 40 هدفا. الأهلي يعد الفريق الأكثر وصولا للدور النصف النهائي في 6 مناسبات، أولهم في نسخة 2006 وتوج بالبرونزية على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، وآخرها النسخة الماضية بعد الفوز على أورا واليابانية برباعية. 3 مدارس متنوعة حصد الأهلي البرونزيات الأربع على حسابهم، فبين مدرسة مكسيكية في 2006 وبرازيلية بالميراس في 2021 والهلال السعودي 2022 وأورا والياباني 2023. أرقام الأهلي القياسية لا تنتهي في المونديال، فبخلاف أنه صاحب ثاني أقوى خط هجوم هو الفريق الأكثر خروجا بشباك نظيفة خلال 7 مباريات للأهلي في المونديال. وعلى المستوى الفردي يمتلك المدافع ياسر إبراهيم صاحب 3 أهداف فرصة ذهبية لمعادلة الياباني سوكاسا شيوتاني أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف بواقع 4 مباريات، متفوقا على المدافع المصري والإسباني سيرجيو راموس 3 أهداف لكل منهما. كما يمتلك المدرب السويسري مارسيل كولر الفرصة لزيادة رقمه القياسي كأكثر مدرب يحقق انتصارات مع الأهلي في المونديال بواقع 4 انتصارات، متفوقا على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 3 انتصارات فقط، وغير ذلك من الأرقام القياسية التي تزين رحلة الأهلي المونديالية.
تفاصيل كتير لسه هنتكلم فيها مع بعض، وطبعا الاستعدادات القوية وكلنا حماس ومنتظرين مباراة بإذن الله يعني على مستوى جيد جدا النهاردة ما بين النادي الأهلي المصري والعين الإماراتي في كأس الانتركونتيننتال. هتكلم معاكم لسه على تفاصيلنا أكتر، ولكن تعالوا نروح لفاصل قصير في صباح أون تايم، نرجع لكم مرة تانية. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنستكمل معاكم باقي فقرتنا في صباح اون تايم. جائزة الكرة الذهبية امبارح على مسرح دوشاتلي في فرنسا أقيمت الحفل السنوي للكرة الذهبية، واللي يعني بتقدمه مجلة فرانس فوتبول، وطبعا حضر يعني نجوم الكرة في العالم والتوج الإسباني رودري هرنانديز نجم وسط مانشستر سيتي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024. قاد رودري منتخب إسبانيا أنه يحقق لقب كأس أمم أوروبا في الصيف الماضي ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، كمان ساهم في تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي. أنهى رودري 64 عام من الانتظار وأصبح أول إسباني يفوز بالكرة الذهبية بالون دور لأفضل لاعب 2024 في العالم منذ لويس سواريز في 1960 بعد فوزه المفاجئ في الحفل بباريس، رغم أن الترشيحات كانت بتميل للبرازيلي فينيسيوس. خلونا ناخد تصريح رودري من على خشبة المسرح في الحفل بعد تتويجه بالجائزة وقال: ليس انتصارا بالنسبة لي، وإنما هو انتصار لكرة القدم الإسبانية وللعديد من اللاعبين الذين لم يفوزوا بها وكان يستحقونها مثل إنيستا وتشافي وآيكا كاسيس وسيرجيو بوسكيتس والعديد والعديد طبعا غيرهم من النجوم. إنه طبعا كرة القدم الإسبانية تستحق من أجل كيان لاعب خط الوسط. كمان أضاف: اليوم كتب لي ناس كتير جدا من أصدقائي ومن أحبائي وأخبروني أن كرة القدم فازت، لأن هي منحت الظهور للعديد من لاعبي خط الوسط اللي عملوا في الظل طبعا، والنهاردة أصبحوا بيخرجوا للنور. واختتم الكلمة القصيرة الخاصة بي وقال: أنا شخص عادي عنده قيم، وطبعا بيحاول ان هو يعمل اشياء بشكل كويس وبشكل جيد، وممكن ان هو يوصل للقمه. شكرا لكم جميعا. دي التصريحات الخاصه باللاعب. كمان وجه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد رساله عقب حفل جوائز البالون دور، واللي وعد من خلالها بالعوده اقوى بعد خساره جائزه الكره الذهبيه. وكتب فينيسيوس عبر منصة أكس: سأفعل 10 أضعاف ما فعلته إن لزم الأمر، إنهم ليسوا مستعدين. دي التصريحات الخاصة باللاعب بعد خسارة اللقب. تعالوا نروح برضو نتعرف كده على القواعد اللي بيتم بناء عليها اختيار الفائز بالكرة الذهبية بناء على الشروط اللي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول، وبتكون بعد حصد أعلى عدد من النقاط في التصويت اللي بيقوم به 100 صحفي وهم الممثلين لأعلى 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي فيفا للمنتخبات. كما يتم الترشيح والتصويت وفقا لأداء اللاعبين في الفترة من 1 أغسطس 2023 ل 31 يوليو 2024. إذن كل صحفي بيختار 5 لعيبة بالترتيب، بيحصلوا الأول على 6 نقاط، الثاني على 4، الثالث على 3، والرابع 2، والخامس نقطة. بيحصد الجائزة اللاعب اللي يعني جمع أكبر قدر من النقاط بعد فوز أصوات الصحفيين. طبعا المشاركين في التصويت بيبتدوا إن هم يفرزوا الأصوات دي ويكسب اللاعب. أبرز معايير التقييم للمرشحين هي الأداء، التمريرات الحاسمة على أرض الملعب، المشاركة بشكل فعال في إن هم يعتلوا الفريق في منصات التتويج، بجانب طبعا اللعب بنزاهة وانضباط اللي بيسموها كده اللعب النظيف. هي دي برضو على فكرة على أساسها بيكون في تقييم واختيار للمعايير اللي بيتم اختيار اللعب على أساسها. تعالوا نشوف كده مقارنة لأبرز أرقام فينيسيوس ورودري خلال الموسم اللي فات. فينيسيوس جونيور مباريات لعب 42، المساهمة التهديفية 37، أهداف 26، صنع 11 هدف في البطولات الدوري الإسباني، السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي. نروح لرودري
طبعا اللي فاز بالجائزة. ونشوف المباريات اللي شارك فيها 56 مباراة، ساهم مساهمة تهديفية 24 هدف، سجل 19، صنع 14. البطولات: الدوري الإنجليزي، بطولة الأمم الأوروبية، وكأس العالم للأندية. تعالوا نشوف الصحف الإسبانية علقت على فوز رودري بجوائز الكرة الذهبية طبعا لفئتي الرجال وكمان السيدات، وقالوا إيه. كتبت صحيفة أس إسبانيا صنعت الذهب، وقالت صحيفة أس: لاعب خط الوسط الإسباني يلامس سماء باريس ويحصد الجائزة الثانية لإسبانيا خلفا للويس سواريز في عام 1960. طبعا احنا هنا ما بنتكلمش على لويس سواريز اللي كان بيلعب في برشلونة واتلتيكو مدريد، بس عشان الناس تبقى عارفة، لا احنا بنتكلم على لويس سواريز، طبعا بنتكلم عن 1960. اما صحيفة ماركا فقالت: لقد جاء الوقت المنتظر. وكتبت ماركا: من رودريجو هرنانديز الى رودري، طفرة اللاعب الشامل الذي اعاد الذهب الى إسبانيا يستلم راية الكرة الذهبية بعد 64 عام من حصد لويس سواريز للجائزة، وتكريما لتشافي وأنيستا وراؤول. دي الأمور الخاصة بجائزة الكرة الذهبية. ونروح لبقية الجوائز. طبعا وفاز لامين يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد في العالم كما كان متوقعا في حفل جوائز الكرة الذهبية بالون دور 2024. انطلاقة قوية ومذهلة للاعب مسيرته مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، ويستحق عن جدارة. تفوق يامال 17 سنة على العديد من المنافسين، فكر زي ما تقول بقى يعني منافسين واعدين زي الأرجنتيني طبعا أليخاندرو، وكمان طبعا أليخاندرو مانشستر يونايتد، والتركي أردا غولار من ريال مدريد، والبرازيلي سافينو مانشستر سيتي، والانجليزي كوبي ماينو مانشستر يونايتد، والاسباني كوبارسي زميله في برشلونه. فاز ريال مدريد بجائزه افضل نادي في حفل الكره الذهبيه في باريس رغم قرار النادي بمقاطعه الحفل وعدم ذهاب اي لاعب اي مسؤول اعتراضا على تسريب عدم فوز فينيسيوس جونيور وحصد ريال لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لذا لم يكن غريبا أن يحصد الجائزة. كمان التوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024 مساء الاثنين بباريس، وحصد أنشيلوتي جائزة الأفضل بعد تحقيق إنجازات كبيرة مع ريال مدريد في هذا العام، وهي الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني. وتوج الفرنسي كيليان امبابي مهاجم ريال مدريد الاسباني، والانجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الالماني بجائزه افضل هداف في العالم. استلم هاري كين الجائزه خلال حفل اليوم اللي تغيب طبعا عنه المهاجم الفرنسي امبابي. نال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا جائزة يافشين لأفضل حارس مرمى خلال عام 2024 في حفل جوائز الأفضل اللي أقيم بباريس. توج مارتينيز بالجائزة بعد تألقه الموسم الماضي بشكل لافت وساهم في فوز بلاده بكوبا أمريكا 2024. كمان الأمريكية إيما هايز المدير الفني لتشيلسي حصدت جائزة أفضل مدرب للسيدات، والإسبانية إيتانا بوماتي لاعبة برشلونة حصدت جائزة أفضل لاعبة في البالون دور. مشاهدينا لسه عندنا تفاصيل كتيرة جدا جدا، ولكن هنتكلم على الجانب الفني والتحليلي مع نجمنا اللي منورنا بعد الفاصل الكابتن أحمد عادل لاعب النادي الأهلي السابق. انتظرونا بعد الفاصل في صباح أنصار.